بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعرف على فضيلة السنن النبوية وكيف تصل إلى أن يحبك الله عز وجل. فأهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وجميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله حتى ينظم حياته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من الصباح إلى المساء. قال ذو النون المصري: من علامة المحبة لله عز وجل متابعة حبيبه صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه وأقواله. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: فكانت علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله، وأن منزلة المؤمن تقاس باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما كان تطبيقه للسنة أكثر كان عند الله أعلى وأكرم. تأمل كيف لو سقط من أحدنا مبلغ من المال لاهتممنا واغتنمنا واجتهدنا في البحث عن هذا المال حتى نجده، ولكن كم سنة سقطت في حياتنا؟ كل إنسان هل حزن لها وسعينا لتطبيقها في واقع حياتنا؟ إن من المصائب التي نعاني منها في الحياة إننا أصبحنا نعظم الدينار والدرهم أكثر من تعظيم السنة. ولو قيل للناس من يطبق سنة من سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ مبلغا من المال لوجدت الناس يحرصون على تطبيق أقل وأصغر السنن في شؤون حياتهم كلها، من أن يصبحوا إلى أن يمسوا، لأنهم سوف يربحون وراء هذه السنن المال. بماذا ينفعك المال عندما توضع في قبرك ويخال عليك التراب؟ يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والمقصود بهذه السنن التي في هذا الموضوع هي ما يثاب عليها صاحبها ولا يعاقب عليها تاركها، التي تتكرر في اليوم والليلة باستطاعة كل واحد منا أن يقوم بهذه السنن. ولقد وجدت أن بإمكان كل شخص لو حرص على السنن اليومية أن يطبق ما لا يقل عن 1000 سنة في اليوم في جميع شؤون حياته كلها. إن شاء الله راح نتكلم في الدروس القادمة أيسر وسيلة لتطبيق هذه السنن اليومية التي تزيد عن 1000 سنة. فلو حرص المسلم على تطبيق 1000 سنة في اليوم والليلة لكان في الشهر 30,000 سنة. فانظر إلى من جهل هذه السنن أو من علمها ولم يعمل بها، كم من الدرجات والحسنات ضيع على نفسه وأنه لمحروم حقا. والالتزام بالسنة لها فوائد عظيمة، منها الوصول إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. 2. جبر النقص الحاصل في الفرائض. 3. العصمة من الوقوع في البدع. 4. السنن أنها من تعظيم شعائر الله، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن درس بسيط ومهم جدا، وهو استحضار النية الصالحة في كل عمل تقوم به. اعلم يرعاك الله أن جميع الأعمال المباحة التي تقوم بها من النوم والأكل وطلب الرزق وغيرها يمكن تحويلها إلى طاعات وقربات يحصل المرء بسببها على آلاف الحسنات ومليارات الحسنات أيضا، بشرط أن ينوي المسلم عند القيام بها بالتقرب إلى الله تعالى. طيب، والدليل قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. بعطيك مثال على الحالة
مثل ينام المسلم مبكرا ليستيقظ لصلاة الليل والفجر، فيصبح نومه كله عبادة، وهكذا بقية الأعمال. أيضا بعطيك مثال ثاني، مثلا أني أكل شيء أو أشرب شيء واستحضر النية بداخلي أني أتقوى لطاعة الله، ويكون هذا الطعام حسنات. أيضا الذهاب إلى المسجد، أيضا الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، استحضر النية أني أذهب إلى الجامعة عشان الله يرضى عني، عشان كذا وكذا راح الله يعطيك على هذا الذهاب حسنات وأشياء كثيرة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن درس قصير جدا، اغتنام الوقت الواحد في أكثر من عبادة، في استقلال الوقت الواحد في أكثر من عبادة لا يعرفها إلا الحافظون لأوقاتهم. هذا له عدة تطبيقات في واقع الحياة. واحد، إذا ذهب المسلم إلى المسجد ماشيا على قدميه أو بالسيارة، إن هذا الذهاب عبادة في حد ذاتها ويؤجر عليها المسلم، لكنه يمكن استقلال هذا الوقت أيضا في الأكثار من الأذكار أو قراءة القرآن في الطريق، فيكون قد اغتنمت الوقت الواحد في أكثر من عبادة. اثنين، إذا حضر المسلم وليمة عرس خالية من المنكرات، فحضوره لهذه الوليمة هو عبادة بذاتها، ولكن يمكنه استقلال وقت هذه الوليمة في الدعوة إلى الله والاكثار من ذكر الله والاستغفار، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السنن التي تفعل في الركوع. هذا الدرس صغير جدا، أربع سنن. واحد، قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع. اثنان، مد ظهره في ركوعه مستويا. ثلاثة، جعل المصلي رأسه حيال ظهره ولا يخفضه ولا يرفعه. أربعة، مجافات عضدية عن جنبي. هذه السنن التي تفعل في الركوع، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن بعد الصلاة. أول سنة وهي الاستغفار ثلاثا، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الثانية وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم. السنة الثالثة وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، ولا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الرابعة وهو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا الحديث رواه مسلم. السنة الخامسة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قول هذا الدعاء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. السنة السادسة، قول اللهم أني أعوذ بك من الجبن، أو أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الدليل رواه البخاري. السنة الرقم ثمانية هو قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وبعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يكررها ثلاثا. السنة التاسعة وهي قراءة آية الكرسي، وهذا الحديث رواه النسائي. السنة العاشرة، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح. هذا الحديث رواه الترمذي. السنة الـ11 أن يكون هذا التسبيح باليد. السنة
الاثنى عشر أن يقول هذه الأذكار وهو في مصلى الذي صلى فيه ولا يغير مكانه. ومجموع هذه السنة أن إذا حرص عليه المسلم دبر كل صلاة مفروضة فسوف يطبق من السنن ما يقارب 55 سنة، قد يزيد في صلاة الفجر قد وأيضا صلاة المغرب. ثمرة تطبيق هذه السنن بعد كل فريضة والمحافظة عليها، يكتب للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يوم وليلة 500 صدقة. قول صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحليلة صدقة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال النووي: لا حكم ثوابها. يقرص للمسلم إذا حافظ على هذه التسبيحات دبر كل صلاة في يوم وليلة 500 شجرة في الجنة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبو هريرة وهو يقرص قرصا. قال النووي: لا حكم ثوابها. يقرص للمسلم إذا حافظ على كل التسبيحات دبر كل صلاة في يوم وليلة 500 شجرة في الجنة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أبو هريرة وهو يقرص قرصا فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على قرص خيرا لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقرص لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أيضا: ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت فيدخل الجنة، لمن قرأ آية الكرسي وحافظ عليها دبر كل صلاة. أيضا: من حافظ على هذه التسبيحات حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، كما في صحيح مسلم. أيضا: عدم الخيبة والخزي في الدنيا والآخرة لمن داوم على هذه التسبيحات دبر كل صلاة. الحديث معقبات لا يخيب قائلهن، وذكر هذه التسبيحات، وهذا الحديث رواه مسلم. أخيرا: جبر الخلل والنقص الحاصل في الفريضة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس الصغير جدا، الجلوس بعد صلاة الفجر. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهذه سنة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا المقطع عن سنة السواك، وله عدة أوقات يتسوك فيها المسلم في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. مجموع ما يتسوك به المسلم في يومه وليلة لا يقل عن 20 مرة، فهو يتسوك للصلوات الخمس، ولسنن الرواتب، ولصلاة الضحى والوتر عند دخول البيت أيضا، لأن أول ما يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت هو السواك، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم. فكلما دخلت البيت فابدأ بالسواك حتى تصيب السنة، عند قراءة القرآن أيضا، وعند تغيير رائحة الفم، وعند الاستيقاظ من النوم، عند الوضوء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. ثمرة تطبيق هذه السنة رضاء الرب سبحانه وتعالى على العبد. اثنان: مطهرة للفم، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنة الصلاة إلى السترة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدني منها ولا يدع أحد يمر بينه وبينها. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. وهذا النص عام على سنية اتخاذ السترة عند الصلاة، سواء كان في المسجد أو البيت، والرجل والنساء في ذلك سواء. وبعض المصلين قد حرم نفسه من هذه السنة فنجده يصلي إلى غير سترتان. تتكرر هذه السنة مع المسلم في يومه وليلته عدة مرات،
فهي تتكرر معه في سنة الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الوتر، وتتكرر مع المرأة في الفريضة عندما تصلي وحدها في البيت. أما في صلاة الجماعة فالإمام يكون سترة المأمومين، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنة لبس النعال. قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينع لهما جميعا أو ليخلعها جميعا. هذا الحديث رواه مسلم. هذه السنة تتكرر مع المسلم في يوم وليلة عدة مرات، وهو يلبسها لدخول وخروجه إلى المسجد، ودخوله وخروجه إلى الحمام، وأيضا لدخوله وخروجه إلى العمل خارج المنزل. فتتكرر هذه السنة في لبس النعال مرات كثيرة في اليوم والليلة، كلما كان لبسه أو خلعه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضر هذه النية حصل له خير عظيم، وتكون جميع حركاته سكناته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن الطعام، سنن قبل الطعام وسنن بعد الطعام. أول سنن وهي التسمية، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تأكل. ثاني سنة الأكل باليد اليمين. ثالث سنة الأكل مما يلي الأكل. طيب، نجمع هذه السنن كلها في حديث واحد. هذه السنن يجمع حديث واحد أساسا، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب، السنة الرابعة وهي مسح اللقمة إذا سقطت في الأرض وأكلها. والدليل على هذا الكلام: إذا سقطت من أحدكم لقمة فليمطي ما كان بها من أذى ثم يأكلها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب، السنة الخامسة وهو الأكل بثلاث أصابع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، هذا الحديث رواه مسلم، وهذا غالب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا عندنا السنة السادسة وهي صفة الجلوس عند الأكل، أن يكون جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى. هذا هو المستحب كما ذكر الحافظ في الفتح. هناك سنة بعد الطعام أيضا، وهي أول سنة بعد الطعام، وهو لعق القصعات والأصابع. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والقصعات، قال: إنكم لا تدرون فيها أيها بركة. والسنة الثانية بعد الأكل قول الحمد لله، والدليل على هذه الكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل الأكل أن يأكل الأكلات فيحمد عليها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وكان من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني إياه من غير حول مني ولا قوة. وهذا الدعاء ثمرته عظيمة جدا، وهو قفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسن الحافظ والألباني. مجموع هذه السنن التي يحرص على المسلم عليها عند الطعام لا تقل على 15 سنة. هذا إذا قلنا أن يأكل ثلاث وجبات في اليوم والليلة، هو الذي عليه غالب الناس. وقد يزيد في تطبيق هذه السنن إذا كانت هناك وجبات خفيفة بين هذه الوجبات الثلاثة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الأذان، وهي خمس سنن كما ذكر ذلك ابن القيم في كتاب زاد المعاد. أول سنة أن يقول السامع كما يقال المؤذن، كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه البخاري. ثمرت هذه السنة أنها توجب لك الجنة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. السنة الثانية أن يقول السامع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ثمرت هذه السنة غفر له ذنبه كما في الحديث نفسه. السنة الثالثة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراقه من إجابة المؤذن.
وأكمل ما يصلى به عليه هو الصلاة الإبراهيمية، فلا صلاة أكمل منها. قول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وثمرة هذه السنة أن الله يصلي على العبد عشر مرات، ومعنى صلاة الله على العبد أي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة الإبراهيمية هي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الصيغة رواها البخاري. أربعة، السنة الرابعة أن يقول بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا الحديث رواه البخاري. ثمرت هذا الدعاء أن من قاله حلت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الخامسة أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له، لقوله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، عفوا، قل كما يقولون يعني المؤذن، فإذا انتهيت فاسأل تعطى. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ وابن حجر وصححه ابن حبان. ومجموع هذه السنة التي يحرص على تطبيقها عند سماع الأذان في اليوم للمسلم 25 سنة، والله أعلم. طبعا 25 سنة في كل الفروض، خمس صلوات. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الإقامة، كل هذه السنن الأربعة الأولى عند الإقامة كذلك كما هي في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فيكون مجموع هذه السنن التي يفعلها عند الإقامة لكل صلاة 20 سنة. يستحب مراعاة الأمور التالية في الأذان والإقامة ليكتمل الامتثال والثواب إن شاء الله. السنة الأولى وهي التوجه إلى القبلة حين الأذان والإقامة، أن يكون في حالة القيام. الطهارة في الأذان، أما في الإقامة فالطهارة معتبرة في صحتها إلا إذا أتى بها بقصد الرجاء. عدم التحدث في أثنائهما وخاصة بين الإقامة والصلاة. السنة الخامسة وهي الاستقرار أثناء الإقامة. السنة السادسة وهي الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة الله في كل فصل يحتوي عليها في الأذان. أما الإقامة فهي حدر أي يأتي بها بسرعة وتتابع. سبعة، وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان، مد الصوت ورفعه في الأذان وبدرجة أقل في الإقامة. طبعا هذه السنة الثامنة. السنة التاسعة الفصل بين الأذنين والإقامة، وذكرت الروايات أن الفصل يمكن أن يقع بصلاة ركعتين أو سجود أو تسبيح أو القعود أو الكلام. في صلاة المغرب يكفي التنفس ويكره الكلام بينهما حسب الروايات في صلاة القدى الفجر. وقال بعض الفقهاء يكفي الفصل بخطوة ولا بأس بها تسامحا. السنة العاشرة وهي يستحب لمن يسمع الأذان سوى أذان الإعلام أو أذان الصلاة وكذلك الإقامة أن يحاكي الفصول التي يسمعها، ولكن عندما يسمع قد قامت الصلاة في الإقامة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن اللباس. من الأمور التي تتكرر مع غالب الناس في يوم وهم وليلة خلع الثياب ولبسها من أجل الغسل أو غير ذلك، مثل النوم وغير ذلك من الأمور. والخلع الثياب ولبسها لها سنن. أن يقول بسم الله سوى عند الخلع أو اللباس. قال النووي: وهي مستحبة في جميع الأعمال. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا أو قميصا أو رداء أو عمامة
عمامة يقول: اللهم أني أسألك من خير وخير ما هو له، وأعوذ بك من شر وشر ما هو له. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد، صححه ابن حبان والحاكم، وقال على شرط مسلم، ووافق أيضا الذهبي. السنة الثالثة البدء باليمين عند اللبس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم فابدأوا بإيمانكم. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو صحيح. السنة الرابعة: ويخلع ثيابه وسراويله بالأيسر ثم الأيمن. والله أعلم. الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سنن الاستيقاظ من النوم. أول سنة وهي مسح أثر النوم على الوجه باليد. قد نص على استجابة النووي وابن حجر لحديث: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الثانية وهي الدعاء، وهو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الحديث رواه البخاري. السنة الثالثة وهي السواك. كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا الحديث متفق عليه. والحكمة من ذلك أن من خصائص السواك التنبيه والتنشيط، قطع الرائحة من الفم. والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن الدخول والخروج. قال النووي: يستحب أن يقول بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم. أول سنة من سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تخص الدخول والخروج. عند الدخول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، ذكر الله. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. دعاء الدخول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. وهذا الحديث رواه أبو داود. فهو يستشعر التوكل على الله في دخوله وخروجه من البيت، فيكون دائما الصلة بالله تعالى. السنة الثالثة وهي السواك. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك، وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الرابعة السلام، لقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فلو افترضنا أن المسلم دخل بيته بعد كل فريضة يؤديها في المسجد، لكان عدد السنن التي يطبقها في دخوله للبيت في يومه وليلة هي 20 سنة. أما الخروج من البيت فيقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. ويخرج المسلم من بيته في يومه وليلة عدة مرات، فهو يخرج للصلاة في المسجد، ويخرج للعمل، وهو يخرج لقضاء الأعمال البيت أيضا. وكلما خرج من بيته طبق هذه السنن فيحصل على خير عظيم وأجر كبير. ثمرات تطبيق هذه السنن عند الخروج من البيت: واحد، يحصل للعبد الكفاية من كل هم من أمر الدنيا والآخرة، يحصل للعبد أيضا الوقاية من كل شر ومكروه سواء كان من الجن والإنس، أو أيضا ثلاثة، يحصل للعبد الهداية وهو ضد الضلال، فيهديك الله في جميع أمورك الدينية والدنيوية. والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الذهاب إلى المسجد. أول شيء التبكير في الذهاب إلى المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوه إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستباقوا إليه، ولو يعلموا ما في العتمة والصبح لآتوها ولو حبوا. هذا الحديث متفق عليه.
قال الإمام النووي: التهجير أي التبكير إلى الصلاة، هذه أول سنة. السنة الثانية وهي دعاء الذهاب إلى المسجد، وهو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. هذه السنة الثانية، وهي نتكلم عن السنة الثالثة وهي المشي بسكينة ووقار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث. الذهاب إلى المسجد ماشيا، وقد نص الفقهاء على يجوز الترخي والسكينة في المشي، والدليل على أنه أدلكم على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، كثث خطأ إلى المسجد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الخامسة وهي الدعاء عند الدخول إلى المسجد، وهو: اللهم أفتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم أفتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء أو الحديث رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. السنة السادسة هي تقديم اليمنى على عند دخول إلى المسجد، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا دخلتم المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. السنة السابعة التقديم للصف الأول، والدليل: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوه إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. ثمانية الدعاء عند الخروج من المسجد، وهي سنة، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وزيادة عند النساء: يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخروج كذلك. السنة التاسعة تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد، لقول أنس في الحديث السابق في تقديم اليمنى. السنة العاشرة تحية المسجد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه. وقال الشافعي: تحية المسجد مشروعة حتى في أوقات النهي. وقال الحافظ: أجمع أهل الفتوى على أن تحية المسجد سنة. ومجموع هذه السنن التي يحرص المسلم على تطبيقها عند ذهابه إلى المسجد للصلوات الخمس تكرر كل مرة 50 مرة، والله أعلم. طبعا تكرر في 5 صلوات، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن اليوم عن سنن عند الشراب. سنن الشراب: أول سنة وهي التسمية، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني سنة الشرب باليد اليمنى، لحديث يقولام: سم الله وكل بيمينك. ثالث سنة التنفس أثناء الشرب خارج الإناء، أي على 3 مرات، ولا يشربه مرة واحدة. والدليل على هذا الكلام: كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3 ثلاثا، وهذا الحديث رواه البخاري، أي أنه كان يشرب الشراب على 3 فترات. السنة الرابعة وهي الشرب جالسا، لا يشربن، والدليل على هذا: لا يشربن أحد منكم قائما، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الخامسة قول الحمد لله بعد الشرب، والدليل على هذا أن الله لا يرضى على العبد أن يأكل أكلة فيحمد عليها، ويشرب الشربات فيحمد عليها، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. مجموع هذه السنن التي يحرص عليها المسلم عند الشرب لا يقل على 20 سنة، وقد يزيد على ذلك، وهذا يشمل جميع المشروبات الحارة والباردة أيضا.
لأن بعض الناس يقفل عن تطبيق بعض هذه السنة عند هذه المشروبات، فينبغي التنبيه لهذه الأمور، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن الصلاة السنن، الصلاة الفعلية. 1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر. رفع اليدين عند الركوع. 3. رفع اليدين عند الرفع من الركوع. وعند القيام للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها التشهدان، كون الإصبع أثناء الرفع المذكور والحط منه مضمومة إلى بعضها. 6. كون الأصابع ممدودة مستقبلة القبلة بباطن الكف. 7. كون هذه الأصابع ترفع إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين. 8. وضع اليد اليمنى على الشمال أو قبض اليمنى على كوع رفق الشمال. 9. النظر إلى موضع السجود. 10. التفريق بين قدميه قائما تفريقا يسيرا. 11. ترتيل القرآن وتدبر القراءة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن الصلاة القولية. أول سنة وهي دعاء الاستفتاح، وهو قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الحديث رواه الأربعة. هناك دعاء آخر أيضا وهو: الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. اختار أحد الأدعية التي وردت في الاستفتاح ويقول: هذه أول سنة. ندخل إلى السنة الثانية، التعوذ قبل القراءة، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة الثالثة البسملة، أي أن يقول المسلم في صلاته: بسم الله الرحمن الرحيم. 4. قول بعد الفاتحة كلمة آمين. السنة الخامسة قراءة سورة بعد الفاتحة في الأولين من الفجر والجمعة والمغرب والرباعيات والتطوع كله للمنفرد. أما المأموم فيقرأ بعد صلاة السرية، أما الجهرية فلا. السنة السادسة قوله ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء، بعد أهل الثناء والمجد: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. هذا الحديث رواه مسلم. بعد الرفع من الركوع وقول ربنا ولك الحمد أيضا. السنة السابعة ما زاد على المرات في التسبيح الركوع والسجود، يعني الزيادة. 8. ما زاد على مرة في قوله رب اغفر لي بين السجدتين، يعني الزيادة. 9. الدعاء بعد التشهد الأخير، وهو أن يقول المسلم: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح في السجود، بل يزيد عليه ما يشاء من الدعاء، مثل ما تكلمنا عن السنتين قبل لحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. وهذا الحديث رواه مسلم. هناك أدعية أخرى من أرادها فليرجع إلى كتاب حصن المسلم للقحطاني. وكل سنة الأقوال تفعل في كل ركعة إلا دعاء الاستفتاح ودعاء الذي بعد التشهد، فيكون المجموع في تطبيق هذه السنن القولية في الصلاة الفريضة
وهي 17 ركعة أي 136 سنة. إذا قلنا أن هناك 8 سنة تتكرر والمجموع في الصلاة النافلة وهي 25 ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة، يطلع لنا 175 سنة تطبقها في ركعات النافلة، وقد تزيدها هذه الركعات في قيام الليل وصلاة الضحى فتزداد تطبيقا لهذه السنة. أما السنة القولية التي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة فقط وهو دعاء الاستفتاح ودعاء بعد التشهد، فإنه يكون المجموع في الفريضة 10 سنن. يعني لو ضربنا 1 ضرب يعادل 10 سنن. أما في النوافل التي تؤدى في اليوم والليلة ويكرر فيها هاتين السنتين فيكون المجموع 24 سنة، قد يزيد على الصلاة النافلة أيضا من قيام ليل وصلاة الضحى وتحية المسجد، فيزداد تطبيق لهذه السنة التي لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة، فيزداد أجر المسلم ويتمسك بالسنة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنة الفجر ولها سنة خاصة. أول سنة وهي التخفيف، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، وهذا الحديث متفق عليه. السنة الثانية وما يقرأ فيهما، كان يقرأ في ركعة الفجر الأولى سورة البقرة آية 136، وفي رواية أخرى سورة آل عمران آية 52، وأيضا في أواخر سورة آل عمران آية 64، وهذا الحديث رواه مسلم. السنة الثالثة وهي الاضطجاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه اليمين، وهذا الحديث رواه البخاري. فعندما تصلي ركعتي الفجر في بيتك حاول أن تضطجع بعدها أو لمدة دقائق يسيرة حتى تصيب السنة، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم اليوم عن أداء النوافل في البيت وفضل النوافل في البيت. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن خير الصلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة، وهذا الحديث متفق عليه. اثنان، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25، هذا الحديث رواه أبو يعلى وصححه الإمام الألباني. أيضا ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة، هذا الحديث رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني. فعلى هذا يكون تكرار هذه السنن في يومه وليلته عدة مرات من السنن الرواتب وصلاة الضحى والوتر، وفي كل واحدة منها يحرص أن يصليها في بيته حتى يعظم أجره ويصيب السنة. ثمرة تطبيق هذه النوافل في البيت، واحد، أنها سبب لإتمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. اثنان، أنها سبب لنزول الرحمة في البيت وسبب لخروج الشيطان منه. أيضا ثلاثة وأخيرا، أنها سبب لمضاعفة أجرها كيضاعف أجر الفريضة في المسجد، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في الدرس هذا الخفيف البسيط راح نتكلم عن الوتر وله سنن. أول سنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجة. السنة الثانية أن يقول إذا سلم من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، والثالثة وفيها زيادة عند الدار قطني
يجهر بها ويمد بها صوته ويقول رب الملائكة والروح صححها الأرنوط، كما روى ذلك أبو داود والإمام النسائي والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سنن الدخول والخروج من الحمام. أول سنة وهي الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. اثنان، الدخول دعاء الدخول وهو اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث وهو متفق عليه. السنة الثالثة دعاء الخروج وهو غفرانك، أخرجها أصحاب السنن إلا الإمام النسائي. يدخل الإنسان إلى الحمام في يومه وليلته عدة مرات، وكلما دخل طبق هذه السنن في دخوله وخروجه، سنتان في الدخول وسنتان في الخروج والله أعلم. سنن تقال في الصباح. أول سنة آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من ثمراتها من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وصححه الألباني. اثنين، السنة الثانية المعوذات وهي قل هو الله أحد، وأيضا قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. ومن ثمراتها من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء، كما في نفس الحديث. السنة الثالثة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي المساء يقول أمسينا بدل أصبحنا، ويقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة بدل اليوم. السنة الرابعة وهي قول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. السنة الخامسة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فأنا لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري من ثمرات هذا الدعاء من قالها موقنا بها حتى يمسي ومات من ليلته دخل الجنة. السنة التاسعة قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، أخرجها ابن السني مرفوعا وأبو داود موقوفا. ومن ثمراتها من قالها حين يصبح ويمسي سبع مرات كافاه الله ما هم من أمور الدنيا والآخرة، كما في الحديث نفسه. السنة العاشرة قول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة. السنة السادسة الإحدى عشر قول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. السنة الثاني عشر قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. من ثمراتها من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لن يضره شيء في هذا اليوم، كما في الحديث نفسه. السنة الثالث عشر قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد. ومن ثمراتها من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي
كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كما في الحديث نفسه. السنة 14، على المسلم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أيضا السنة 15، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. أيضا السنة 16، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، ومن ثمراتها من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وأيضا ثمرة ثانية في كلمة سبحان الله وبحمده، لمن قالها حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أيضا السنة 17، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة إذا أصبح. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ومن ثمراتها من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه الذي قالها كما في الحديث. السنة 18، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. هذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. أيضا السنة 19، أن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الحديث رواه ابن ماجة. وأيضا السنة 20، سبحان القول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. أيضا السنة 21، قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وأيضا الإمام أحمد. وكلما قال المسلم ذكر من هذه الأذكار طبق سنة من سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنن قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. أفضل عدد لصلاة الليل 11 ركعة أو 13 ركعة مع طول قيام. لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وكانت تلك صلاته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. وفي رواية أخرى يصلي بالليل 13 ركعة، وهذه هذا الراوي الإمام البخاري. السنة الثانية، يسن له إذا قام للصلاة الليل أن يتسوق وأن يقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران من قوله حتى يختم السورة. السنة الثالثة، ويسن له أن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقائك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. هذا الدعاء. ومن السنن أيضا ابتداء صلاة الليل بركعتين خفيفتين، ولذلك حتى ينشط المسلم بهما جسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الخامسة، ويسن كذلك أن يفتح صلاة الليل بدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض
عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهديني لما اختلف فيه من الحق، بإذنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وسن تطويل الصلاة الليل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل، قال طول القنوت. وهذا الحديث رواه مسلم، والمراد بالقنوت هنا القيام. السنة السابعة وسن التعوذ عند آية العذاب بأن يقول المسلم أعوذ بالله من عذاب الله، وسؤال الرحمة، سؤال الله سبحانه وتعالى بالرحمة عند آية الرحمة بأن يقول اللهم أنا أسألك من فضلك، وتسبيح الله عند آية تنزيه الله والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذه السنة اليوم عند القيام من المجلس. تقول كفارة المجلس وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه أصحاب السنن. وكم من المجالس التي يجلسها المسلم في يومه وليلته، إنها مجالس كثيرة وليك بيان ذلك بالتفصيل. واحد، عندما تتناول الوجبات الثلاثة مثل الفطور والغداء والعشاء، فلا شك أنك سوف تتحدث في القالب مع من يجالسك. اثنان، عندما ترى شخصا من أصحابك أو جيرانك وتتحدث معه ولو كنت واقفا. ثلاثة، في جلوسك لمن معك من الزملاء والأصحاب وأنت في دائرة العمل أو مقاعد الدراسة في الجامعة. أربعة، في جلوسك مع زوجتك وأولادك وأنت تتحدث إليهم وأهلك وهم يتحدثون إليك. خمسة، في طريقك وأنت في السيارة لمن كان معك في الطريق من زوجة أو صديق أو أمك أو أبوك أو أي أحد. ستة، في حضور المحاضرة مثل ما قلنا في السابق. أيضا فانظر كم مرة قلت هذا الذكر في جميع المناسبات في يومك وليلتك، فتكون دائم الصلة بالله تعالى. فكم مرة أثنيت على ربك ونزهت عما لا يليق به وعظمت عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك بداية الدعاء؟ وكم مرة جددت التوبة والاستغفار مع ربك في يومك وليلتك مما حصل منك في تلك المجالس عندما تقول أستغفرك وأتوب إليك وهو وسط الدعاء؟ وكم مرة أقررت الله تعالى بالوحدانية، والوحدانية في الربوبية، والوحدانية في الألوهية، والوحدانية في أسماء وصفات عندما تقول أشهد أن لا إله إلا أنت في آخر الدعاء؟ فتكون طيلة يومك وليلتك بين توحيد الله وتنزيهه وبين الاستغفار. الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن سنن لقاء الناس. أول سنة وهي السلام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس، فقال صلى الله عليه وسلم عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثون. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي. فانظر كم أضاع على نفسه من الأجر من يكتفي ببعض السلام. بعض الناس يقول السلام فقط من غير أن يكمله حتى يأخذ 30 حسنة، والحسنة على أقل تقدير لها بعشر حسنات، فيكون المجموع 300 حسنة، قد تزيد الحسنات إلى أضعاف مضاعفة. فعود لسانك يا أخي الحبيب على إكمال لفظ السلام كامل حتى تحصل على هذا الأجر العظيم. ويلقي المسلم السلام في يومه وليلته مرات ومرات، وهو يلقي عند دخوله إلى المسجد وعند الخروج منه وعند الدخول إلى البيت وعند الخروج منه.
وفي العمل أيضا. ولا تنسى يا أخي الحبيب أن من السنة لمن أراد أن يفارق أحد من الناس أن يأتي بالسلام كاملا لحديث، إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يفارق فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. مجموع ذلك عندما يحافظ المسلم على السلام في دخوله وخروجه من المسجد والبيت لا يقل عن 20 سنة، وقد يزيد على ذلك عندما يخرج إلى العمل ومن يراه من الناس في الطريق ومن يكلمه في الهاتف أيضا. السنة الثانية وهي الابتسامة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الثالثة وهي المصافحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفارقا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا. قال الإمام النووي: أعلم أن هذه المصافحات مستحبة عند كل لقاء، فاحرص يا أخي الكريم على أن تصافح بالسلام عليه الكامل وأنت مبتسم في الوجه، وبذلك قد تكون طبقت 3 سنين. السنة الرابعة وهو الكلمة الطيبة، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وهذا الحديث رواه البخاري والإمام مسلم. والكلمة الطيبة تشمل الذكر والدعاء والسلام والثناء بحق على الرجل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأدب والأفعال. أيضا الكلمة الطيبة تعمل عمل السحر في الإنسان، تريح نفسه وتدخل الطمأنينة على قلبه. الكلمة الطيبة أيضا دليل على ما في قلوب المؤمن من نور وهدايا ورشد. والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سنن الوضوء. أول سنة وهي البسملة، أن تقول بسم الله قبل الوضوء. ثاني سنة غسل الكفين 3 قبل غسل الوجه. رابع سنة الاستمثار باليسار لحديث: فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. هذا الحديث متفق عليه. 5 المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث: وبالغ في الاستنشاق ألا أن تكون صائما. هذا الحديث أخرجه 4. معنى طيب في المضمضة، معنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع الفم، ومعنى المبالغة في الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. السنة الثالثة المضمضة والاستنشاق من كف واحدة حيث لا يفصل بينهما. والدليل على هذا الكلام: ثم أدخل يده فتمضمض واستنشق من كف واحدة. وهذا الحديث متفق عليه. 7 السواك ومحلة عند المضمضة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. 8 تخليل اللحية الكثيفة عند غسل الوجه. كان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي. صفة مسح الرأس، صفة مسح الرأس أن يبدأ في مقدمة الرأس إلى آخر القفة ثم يعود إلى المقدمة مرة أخرى. طيب، أما المسح الواجب فهو تعميمه بالمسح على أي صفة كانت. والدليل: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وهذا الحديث متفق عليه. تخليل الأصابع اليدين والرجلين لحديث: أسبق الوضوء وخلل بين الأصابع. هذا الحديث أخرجه 4. السنة 11 التيمم، وهو البدء باليمين من اليدين والرجلين قبل اليسار لحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره. وهذا الحديث متفق عليه. السنة 12 الزيادة على القسلات، وهي
غسل العضو أكثر من 3 مرات، أي غسل الوجه واليدين والرجلين. 13، النطق بالشهادتين بعد إفراغ من الوضوء، بأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السنة 14، الوضوء في البيت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تطهر في بيته ثم مشى إلى البيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته أحدهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة 15، الدلك، وهو امرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. السنة 16، الاقتصاد في الماء، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وهذا الحديث متفق عليه. السنة 17، مجاوزة محل الفرض في الأعضاء الأربعة، اليدين والرجلين. والدليل أن أبو هريرة توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. 18، صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم من حديث عقبة بن عامر: إلا وجبت له الجنة. السنة 19، وهو إسباق الوضوء وإعطاء كل عضو حقه في الغسل، فهو الإتمام والاستكمال للأعضاء. ويتوضأ المسلم في يومه وليلته عدة مرات، وبعضهم 5 مرات، وبعضهم قد يكون أكثر عندما يريد أن يصلي الضحى أو قيام الليل، وعلى حسب تكرار المسلم للوضوء. يطبق هذه السنن ويكررها فيحصل أجر عظيم. ثمرة تطبيق هذه السنن عند الوضوء أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، والله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن السنن التي تفعل في السجود. أول سنة وهي مجافات عضدية عن جنبي، ثاني سنة وبطنة عن فخذي، ثالث سنة وفخذي عن ساقي، رابع سنة التفريق بين ركبته في السجود، خامس سنة إقامة قدمي وجعل بطون أصابعهما على الأرض، سابع سنة هي القدمان تكونان مرصوصتان أثناء الجلوس، ثامن سنة وضع يديه حذو منكبيه أو الأذنين، 9، مبسوطة اليدين، 10، مضمومة الأصابع، 11، مستقبل بها القبلة، 12، الجلوس بين السجدتين وله هيئتين. أول هيئة تسمى الإقعاء، وهو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين. ثاني حالة وهي الافتراش، وهو أن ينصب اليمنى ويفترش اليسرى، وفي التشهد الأول بأن يثني رجله اليسرى ويقعد إليها وينصب اليمنى. والتشهد الثاني وله 3 هيئات، أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس ساق اليمنى وفخذها، ووضع اليدين على الفخذين، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، مبسوطتين الأصابع مضمومتين. السنة 14، الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره. السنة 15، الالتفات عن اليمين والشمال عند التسليمتين. السنة 16، جلسة الاستراحة، وهي جلسة يسيرة لا ذكر فيها، ومكانها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة. وهناك 25 سنة فعلية تتكرر في كل ركعة،
فيكون المجموع في صلاة الفريضة 425 سنة، والمجموع في الصلاة النافلة هي 25 ركعة على حسب ما بيناه في النوافل التي تؤدي في اليوم والليلة، وهي 625 سنة. يطبقها المسلم إذا حافظ على هذه السنن الفعلية في كل ركعة. قد يزيد المسلم في عدد الركعات في الصلاة الضحى وقيام الليل فيزداد تطبيق لهذه السنة. هناك من السنن الفعلية ما لا يتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة أو مرتين، مثل رفع يدين مع تكبيرة الإحرام ورفع يدين للركعة الثالثة في الصلاة التي فيها تشهدان، الإشارة بالسبابة عند التشهد من أوله إلى آخره سواء كان في التشهد الأول أو الثاني، أربعة الالتفات عند التسليمتين، الالتفات لليمين والشمال في التسليمتين، خمسة الجلسة الاستراحة وتتكرر مرتين في الصلاة الرباعية وباقي الصلوات مرة واحدة سواء الفريضة أو النافلة، ستة التورك وهو أن ينصب القدم اليمنى ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس مقعدته على الأرض، هذا تفعل في التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدان. هذه السنن تتكرر في الصلاة مرة واحدة إلا الإشارات بالسبابة عند التشهد فإنها تتكرر مرتين بكل فريضة ما عدا الفجر، وجلسة الاستراحة في الصلاة الرباعية كذلك تتكرر مرتين، فيكون المجموع 34 سنة. تتكرر هذه السنن الفعلية إلا اثنتين منها وهي الثانية والأخيرة في كل صلاة من صلاة النافلة، فيكون المجموع 84 سنة، والله أعلم.